مساء الخير واهلا وسهلا بكم، حلقه جديده السادسه. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل اهلاويه في بدايه حلقه النهارده. حلقه النهارده الكلام فيها طبعا عن كاس العالم، كاس العالم اللي يمكن خلاص بتفصلنا عن بدايته ايام، وكلام كتير طبعا عن البطوله وعن تفاصيلها وعن النجوم والمنتخبات الكبيره اللي بتشارك فيها. هيكون ضيوفنا النهارده النقاد الرياضيين طبعا والمحللين الفنيين خالد عامر وفاروق عصام، اللي بنستمتع بيهم في كل حلقه يوم اربع في السادسه. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه وقبل ما اقول لكم موضوعاتنا كمان، امبارح يمكن شفنا كابتن مدحت شلبي على قناه اون تايم كان بيتكلم على قصه ياسر ابراهيم. حضراتكم عارفين انه بعد اصابه محمود متولي خرج من معسكر المنتخب، وبالتالي حصل انه المنتخب طلب استدعاء ياسر ابراهيم نجم النادي الاهلي عشان ينضم تعويضا طبعا لغياب محمود متولي. وكان رد النادي الاهلي انه اللاعب حاليا مش جاهز ومصاب، او مش مصاب يعني في حاله اجهاد مش هتسمح له بالانضمام لمعسكر المنتخب. في ظني طبعا وفي تقديري، وقبل ما اتكلم طبعا وارد على الكابتن مدحت شلبي، في معايير اساسيه جدا بتحكم ظهورنا وظهور اي اعلامي على اي شاشه بيخاطب فيها الراي العام. لابد نمره واحد ان احنا نوضح الفرق الكبير والشاسع بين المعلومه وبين وجهه النظر. وامبارح الكلام اللي قاله كابتن مدحت على لسانه في القناه فيما يبدو طبعا اتقال في اطار المعلومه يعني، ولكنها للاسف شديد جدا معلومه مغلوطه، وما كانش صح ابدا انه كابتن مدحت يبني سيناريو يصل بيه في نهايه المطاف انه يطالب اتحاد الكره المصري بفتح تحقيق مع المسؤولين في عن الكره في النادي الاهلي عشان قصه ياسر ابراهيم. واحد بصحح المعلومه، والاكيد في الموضوع انه الرد اللي حصل من النادي الاهلي كان بتنسيق كامل ما بين الجهاز الفني والاداري للمنتخب الوطني مع النادي الاهلي، وفي ثقه متبادله جدا جدا بين الطرفين. ده نمره واحد. نمره اتنين، افهم كويس جدا انه الموضوعيه التناول اي قصه يبقى فيها الثبات على المبدا. يعني كنت احترم جدا جدا وجهه نظر كابتن مدحت شلبي لما يبقى فيه ثبات على المبدا ويبقى فيه تعامل بالمثل في كل ما يتعلق بالمنتخب الوطني. وما اعتقدش انه في حد يختلف ابدا على انه المنتخب الوطني المصري هو دايما في المقام الاول، هو دايما في الصداره، والاهلي على مدار تاريخه كله بالمواقف مش بالكلام وبالشعارات بيأكد على المعنى ده. لكن كنا نستنى أو كنا ننتظر من كابتن مدحت في مواقف كتير جدا مشابهة، ويمكن في ظروف أدق وفي ظروف أصعب، أنه التعامل كان يبقى بالمثل. كنا نحترم جدا وجهة النظر دي اللي اتقالت على النادي الأهلي لو كانت اتقالت على الغير. هو في حد ينكر أنه الأهلي في يوم من الأيام استغنى عن القوام الأساسي والرئيسي لفرقته وبيشارك في أهم بطولة جماهيرية على مستوى مصر وعلى مستوى قارة إفريقيا اللي هي بطولة كأس العالم عشان لعيبته بتلعب مع المنتخب الوطني، رغم أنه كان من حقه أنه يستدعي لعيبة لأنه البطولة دي على الأجندة الدولية، والبطولة دي اللي بينظمها أكبر اتحاد مسؤول عن إدارة كرة القدم على سطح الكوكب كله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كنا نستنى أيضا من الكابتن مدحت شلبي، وانا هنا مش بتكلم على كابتن مدحت شلبي كشخص، انا بتكلم هنا على وجهه نظر بيطرحها هو او اي حد تاني. كنا ننتظر نفس وجهه النظر دي تطرح لما يتم استدعاء لاعبين من انديه دخلوا بالفعل في معسكر المنتخب وتم استدعائهم عشان يشاركوا مع ناديهم في ماتشات تانيه. كنا نفهم كويس قوي انه النادي الاهلي مثلا في مباراه رسميه بتتلعب في اطار بطوله الدوري يستغنى عن لاعبته، والمنتخب الوطني بيلعب مباراه وديه في نفس الوقت اللي لعيبه كتير جدا من انديه مش هقول اسمائهم لانه القصه مش قصه لاعب او مش اسم لاعب ومش قصه اسم نادي بالمناسبه، هي قصه ثبات على المبدا. لعيبه كتيره جدا محترفه داخل مصر ومحترفه خارج مصر لم ينضموا بعد استدعائهم لقوام المنتخب الرئيسي او الاساسي المطلوب من وخد بالك من كلمه الاساسي وحط تحت كلمه الاساسي 100 خط. والاهم من كل ده الحقيقه في ظل الاحداث اللي بتحصل دي،
وفي ظل حاجات كتير جدا بتظهر على الشاشات النهارده والملايين بيتابعوها وبتأثر بشكل عنيف جدا، كنا ننتظر انه كابتن مدحت شلبي يطلع يتكلم على الاصوات اللي بتهاجم النادي الاهلي ورموزه عمال على بطال. اعتقد انه على الساحه الرياضيه دلوقتي في حاجات كتيره جدا تستدعي العقل والمنطق والحكمه اكبر بكتير واهم بكتير من لما نتكلم على معلومات مغلوطه وليس لها اساس من الصح. خلينا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نبدا حلقتنا. بما انه في فتره توقف وبما انه كاس العالم قدامه شويه ايام، فالواحد بيتابع يعني بنشوف كده الناس بتتكلم في ايه، وبنشوف على السوشيال ميديا ايه الحاجات اللي الناس بتابعها، وطبعا في حاله استياء عموما يعني مش من الاهلاويه بس، مش من جمهور النادي الاهلي بس، من الراي العام في مصر، من الحاجات اللي بتطلع على الشاشات. الناس لا تقدر المسؤوليه لا من قريب ولا من بعيد، وهي خليني اقول كده ما هياش مقارنه، والله ما هياش مقارنه، لانه الاهلي خارج المقارنه والاهلي خارج المنافسه، لكنها دعوه للتامل. شويه اسئله كده بطرحهم عليكم، والله ما تتعب نفسك انك انت تفكر على الاجابه، لكن المقارنه دي توضح الفوارق، توضح حجم النادي الاهلي، توضح مكانه النادي الاهلي، توضح ليه النادي الاهلي دايما في الصداره وفي المقدمه، توضح ليه النادي الاهلي دايما محل تقدير ومحل احترام وسفير مشرف للرياضه المصريه وللكره المصريه اينما حل. دي حاجه اثبتتها مواقف كتيره جدا، سواء من قبل مسؤولين كبار على اعلى مستوى الحقيقه، خرج الاهلي لمقابلتهم بره او استضافوا النادي الاهلي وبعثات النادي الاهلي المختلفه، او حتى استقبلهم النادي الاهلي هنا في مقراته. دايما النادي الاهلي كبير قيمه وقامه، عشان كده بقول لك دايما ما تشغلش بالك بتوافه الامور، الحاجات دي ابدا لا ممكن تاثر في كيان كبير بحجم النادي الاهلي، ولا ممكن تعطل النادي الاهلي عن مشواره. النادي الاهلي ما بيلتفتش لحد، لانه ببساطه شديده جدا في مبادئ راسخه ثابته لا تتغير بتغير الاشخاص. منذ 115 عام، من 1907 الى يومنا هذا، لم يحدث في اي لحظه من اللحظات انه في رئيس للنادي الاهلي خرج عن النص باي شكل من الاشكال. لم يحدث انه في رئيس للنادي الاهلي اساء لرموزه ولاساطيره ولناس كانوا اصحاب بصمه في كتابه تاريخ النادي الاهلي. لم يحدث انه اي رئيس للنادي الاهلي خرج على النص واساء او اهان لا قدر الله اي مسؤول في المنظومه الرياضيه. كنت بتكلم على وزير شباب ورياضه، كنت بتكلم على رئيس اتحاد، كنت بتكلم على رئيس رابطه، كنت بتكلم على صحفيين ونقاد كبار، كنت بتكلم على نجوم اللعبه. ما حصلش على مدار التاريخ، لم يحدث على مدار تاريخ النادي الاهلي انه في اي تجاوز حصل في حق اي مؤسسه من مؤسسات الدوله. عشان كده دايما الاهلي في الصداره، عشان كده دايما الاهلي كبير، عشان كده دايما الاهلي معروف عنه وعن كل مسؤوليه وعن كل لاعبيه انه الاحترام للمنافس قبل الناس اللي قريبين منه، الاحترام لكل مؤسسات الدوله، الاحترام لكل اطراف المنظومه ياتي في المقدمه. حتى في اوقات الخلاف وحتى في اوقات الاحساس بانه في تقصير ما او انه في قصور ما داخل المنظومه وان القصور ده بيأثر سلبا على النادي الاهلي، لا تجد اي تجاوز عن او اي خروج عن النص. عشان كده دايما بنقول الاهلي كبير. نروح لاخبار حلقتنا النهارده. الاهلي راحه زي ما انتم عارفين طبعا 5 ايام بدات بالفعل، والراحه دي هتستمر لغايه يوم الاحد اللي جاي، وبعد كده يرجع الاهلي يستأنف تدريباته مره ثانيه عشان يستعد ان شاء الله لمسابقه الدوري ومسابقه الكاس القديم ومسابقه طبعا كاس الرابطه، وندخل بقى في بعد كاس العالم. اعتقد طبعا هتبقى عندنا اجنده صعبه جدا في على اجنده كولر والجهاز الفني، تحضير بقى لدوري ابطال افريقيا، تحضير للمنافسه على الدوري وكاس مصر. والحقيقه يمكن الراجل يعني في فتره التوقف دي رسم زي ما تقول كده منهج عمل، رسم خريطه طريق، رسم خطه يقدر يتعامل بيها الاهلي في يعني فيما تبقى من الموسم. ازاي هيكون سياسه التدوير، ازاي فكره تبادل الادوار بين حراس المرمى، مين يلعب مسابقه ايه، مين يلعب مسابقه ايه، الكلام ده كله طبعا اللقطات دي من تمرينه امبارح. النهارده الاجازه بدات النهارده، وكولر شخصيا توجه لبلده عشان، والجهاز الفني باكمله يعني كلهم اجازه،
عشان طبعا فترة التوقف اللي موجودة حاليا. كان في خلاف طبعا، منتخب مصر خسر، منتخب مصر الشباب 17 سنة خسر امبارح من ليبيا، رغم ان المنتخب الحقيقة يعني عمل جيم كويس، لكن يعني بعض الأخطاء يعني تسببت في خسارته. احنا طبعا بنلعب تصفيات شمال أفريقيا، والتصفيات دي هتأهل لبطولة أمم أفريقية، لكن في النهاية ما زال الأمل قائم، يعني نتمنى إن احنا نصحح مسار بسرعة ونرجع على التراك السليم. كان في كلام على خلاف بين كابتن عصام الحضري، الكلام ده بقى منتخب أولمبي، منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي، كان في كلام كتير عن فكرة الخلاف بين طارق سليمان وبين عصام الحضري وبين روجيرو ميكالي، وكان في بعض الاخبار اللي قالت انه من ابرز المرشحين طبعا لخلافه عصام الحضري هيكون كابتن طارق سليمان في الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي. لكن المعلومات اللي عندنا واللي يمكن تاكدنا منها بشكل كبير جدا انه الخلاف تم حله. قصه كانت قصه انه روجيرو ميكالي كان طلب ان يكون في اثنين حراس بس في قائمه المنتخب، كابتن عصام الحضري كان شايف انه ده حق اصيل ليه، هو اللي يحدد مين او ايه هو عدد الحراس المناسب من وجهه نظره، وكان بيفضل انه يكونوا ثلاثه. الخلاف ده تطور بشكل من الاشكال، لكن معلوماتنا بتقول انه الخلاف تم حله وانه كابتن عصام الحضري هيستمر كمدرب لحراس المرمى في المنتخب الاولمبي. طيب نروح لساديو ماني. كلام النهارده اتنشر الحقيقه في اكتر من صحيفه منهم لكيب طبعا، انه المنتخب السنغالي تلقى ضربه موجعه قبل بدايه كاس العالم بايام، وانه هيفقد خدمات نجمه الاول والابرز والاهم ساديو ماني خلال البطوله. كلام طبعا على اصابه ساديو ماني، معرفش البطوله دي فيها لعنات كتيره جدا، نجوم كتير جدا جدا، انا هتكلم في ده النهارده مع خالد وفاروق، نجوم كتير جدا من العيار التقيل يعني، ويمكن تكون النجوم الابرز في منتخباتها غايبه عن البطوله وهنفتقدها الحقيقه، منهم طبعا السنغالي الدولي ساديو ماني اللي تعرض للاصابه خلال مواجهه بايرن ميونخ وفيردر بريمن، واتقالت او تم ذكر الاصابه دي وانه فرص لحاقه ببطوله كاس العالم تكاد تكون يعني صعبه جدا، وده حسب طبعا لسه من ثواني بسيطه جدا على الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ اللي قال انه الاصابه اللي تعرض ليها ساديو ماني خلال المباراه الاخيره اللي فاز فيها بايرن ميونخ بنتيجه 6-1 على فيردر بريمن، قالوا انه في بعض التصريحات الصحفيه يعني بعد انتهاء اللقاء انه الراجل يعني في اصابه في شظيه القدم، وبالتالي احتمالات لحقه بصفوف المنتخب السنغالي في بطوله كاس العالم هتكون صعبه جدا. دي طبعا لقطات من بعد تعرض ساديو ماني للإصابة. لكن مش بس ساديو ماني، خد بالك ان في نجوم من العيار التقيل جدا بتغيب عن كاس العالم. عندك منتخب فرنسا اثنين من اهم لعيبه خط نصه غايبين عن البطوله، بتكلم على بول بوجبا، بتكلم على نجولو كانتي. عندنا المنتخبات العربيه، عندنا المنتخب السعودي، المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، في بعض الغيابات نتيجه الاصابات. فالاصابات الحقيقه هتاثر على غياب عدد كبير جدا من النجوم، وخد بالك في الاعتبار كمان وفي نجوم ثانيه، ودي مشكله الحقيقه، دي مشكله من مشكلاتي مع البطوله. يعني طبعا احنا كلنا بنستنى بطوله كاس العالم كل 4 سنين، وبتكلم على منتخبات تقيله وبتكلم على ماتشات ومواجهات ناريه، لكن في زي كده ما هنقعد نتابع البطوله من ورا الشاشه، في نجوم من العيار التقيل جدا واسماء من اهم، خليني اقول لك من اهم 10 نجوم على مستوى العالم هتقعد تتفرج زيها زيك. فما تزعلش قوي ان منتخب مصر مش رايح، صلاح مش رايح، هالاند مش رايح، خافيتشا مش رايح، محرز مش رايح، وغيرهم من النجوم. لكن النهارده هنتكلم بالتفصيل على كاس العالم. اللي مش متابع قوي على قصه المجموعات ومين هيواجه مين وايه الماتشات اللي تستناها في دور المجموعات في بدايه البطوله، في ماتشات في بعض المجموعات فيها مواجهات ناريه، وفي مجموعات بالفعل يطلق عليها مجموعه ناريه. فهنقول لكم النهارده شكل المجموعات، هنتكلم على فرص المنتخبات العربيه، بشوف مثلا انه منتخب زي السنغال، منتخب زي السعوديه، تركيبة المجموعة بتاعتهم، المنتخبات اللي بتلعب معاهم تديهم أمل كبير جدا في التأهل والوصول للأدوار الإقصائية. كل التفاصيل مرتبطة بمقدمة البطولة بس هتكون معانا النهاردة في السادسة. اسمحوا لنا بس نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. أهلي زي ما قلنا هولد عشان يبقى نمرة واحد. الناس دي طبعا بتلف العالم كله، دول بياخدوا كورس في الليجا عن طريق الاتحاد الدولي، فدايما
كل سنه بيبقى في قاره معينه، فهم في قاره افريقيا دلوقتي وجم الكورس ده هنا، وده اخر زياره او اخر يوم بتاعهم في الكورس. انت النهارده زي ما قلت انا كده، اما الواحد اي سايح بيجي مصر بيبقى عايز يشوف الهرم اول حاجه، فهو النهارده هم دول نفس الكلام بالظبط. اما تيجي دول بيشتغلوا في الكوره، ايه الهرم بتاع الرياضه والهرم بتاع الكوره؟ هو النادي الاهلي. وزي ما انت شايفه هم قد ايه سعداء، وقد ايه يعني ختام الكورس بتاعهم ان هم يزوروا نادي القرن عن افريقيا، يزوروا النادي اللي بني عن مبادئ ومثل وقيم واخلاق، وفي نفس الوقت يعني اتولد عشان يبقى نمره واحد. فهو طبعا الصيت بتاع النادي الاهلي كبير، زي ما انت شايفه اكتر من واحد قال لك ليه ما نبقاش نفتح اوجه تعاون، سواء في كوريا الراجل بتاع كوريا قال لك ليه ما نعملش زي اتفاقيات مع انديه في كوريا يحبوا انهم يعني يتعاونوا مع النادي الاهلي. احنا الحقيقه مفتوحين، ومن ضمن الخطه بتاعتنا ان احنا نبتدي نفتح اواصر تعاون كثيره ما بيننا وما بين انديه سواء في افريقيا او اوروبا او في امريكا الجنوبيه. يعني احنا دي من ضمن الخطه بتاعتنا. الحمد لله ان الواحد بينتمي للنادي الاهلي دايما، نقول الحمد لله على نعمه الاهلي، وربنا يا رب يديمها دايما، ونبقى احنا دايما سبب سعاده الجمهور، لان في الاخر هو الجمهور، احنا بنشتغل كلنا للجمهور. يعني دول جنسيات مختلفه، يعني من جنوب افريقيا ومن المكسيك ومن غواتيمالا، من كل حته في العالم. فدي الناس لما تشوف قد ايه النادي الاهلي نادي محترم. والكابتن الخطيب زي ما قلت اول ما عرف ان الناس دي عايزه تيجي تزور النادي الاهلي قال لازم تبقى انت موجود، ولازم كابتن حسام غالي اللي هو بيعتبره يعني النجم بتاعنا الاسطوري كابتن حسام غالي وزميلنا في مجلس الاداره، ان احنا نبقى موجودين، ولازم ان احنا يعني نساعدهم ازاي يعني يشوفوا النادي الاهلي ويتعرفوا على النادي الاهلي. ومتهيألي هم اديكي شايف يعني قد ايه ان هم مبسوطين، وقد ايه ان دي برساله بيرجع بيها، بيقول انا رحت شفت اعظم نادي في افريقيا، رحت شفت ناس محترمه بتقدر الـ 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 الرياضه، وناس بتتكلم مش بس في الرياضه، لا بتتكلم على الوطنيه. زي ما انت شفتي النهارده بيسالني مين فكري يا بازا، يعني الناس اللي احنا قاعدين في قاعه فكري يا بازا. فشرف كبير قوي لاي حد ينتمي للنادي الاهلي، مؤسسه عظيمه، وربنا يا رب يديمها نعمه كده ان احنا دايما نبقى عند حسن ظن الجميع، ونبقى صيتنا مش بس في مصر وافريقيا لا في العالم كله. اول حاجه شكرا لكم جدا على الاستضافه، وفي الحقيقه عشان انا مصري فانا بعتبر دايما النادي الاهلي هو بيتي. انا مش بعتبر النادي الاهلي هو النادي اللي انا بشجعه او النادي اللي انا بحبه. والزياره ممتازه جدا، والترحيب كان هايل، وشاكر ليكم الاستضافه. وانا بصفتي المشاركه من اتحاد الامارات احنا مستعدين كمان لاي تعاون، لو في اي تعاون. كان لينا شرف ان احنا نستضيف مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك اللي كانت تقريبا من اسبوعين، وفاز فيها النادي الاهلي، واي تعاون احنا حاضرين فيه. اول الحقيقه الوفد كله جاي بالحقيقه من اكتر من 33 جنسيه، ورد الفعل بجد في انبهار في الزياره ومن الترحيب، وشاكرين للنادي الاهلي وشاكرين لادارته على الترحيب والاستضافه. بصراحه النهارده انتوا وصلتوا مسج لاكتر من جنسيه في اكتر من دوله في كل قارات العالم، ان النادي الاهلي من وجهه نظر انا المتواضعه هو ممثل الكره المصريه في العالم كله. مثال حي على يعني على الكلام اللي انا قلته في البدايه، قيمه النادي الاهلي، مكانه النادي الاهلي. ليه النادي الاهلي؟ ليه الوفد رفيع المستوى من الفيفا ومن الكاف اختاروا ان يزوروا النادي الاهلي؟ دليل على معرفة قيمة ومكانة وحجم وتأثير ونجاح منظومة نادي كبير جدا بحجم النادي الأهلي. مش قصة نادي القرن على فكرة، يعني نادي القرن في النهاية ده لقب شرفي نتشرف به في النادي الأهلي، لكنه ترجمة لحاجات كتير قوي، وأسس عمل ومنهج عمل واستراتيجيات اتعملت واستمرت ونجحت على مدار أكتر من 100 سنة. هو ده النادي الأهلي. القصة ببساطة زي ما حضراتكم تابعتوا طبعا أمين الصندوق خالد مرتجي هو يعني بيستقبل ضيوف النادي الأهلي النهاردة، أو حتى زي ما سمعنا شادي اسكندر مستشار قانوني في الاتحاد الإماراتي هو بيتكلم على حسن الاستقبال وعلى تجربة الوفد في أروقة النادي الأهلي. احنا بنتكلم على قامات وعلى مناصب رفيعة جدا في سواء في الاتحادين، الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي. كان النهاردة في وفد الزيارة منهم محمد سيدات
أو محمد سيادات مدير تطوير والتراخيص في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، توباس بوليجر منسق الشؤون القانونية في الاتحاد الدولي، سيباستيان نوف مدير مشروعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، خوان مانويل عضو لجنة الحوكمة والمراجعة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ثيوبو موثلاني المدير التنفيذي لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، وجدي العوادي الأمين العام للاتحاد التونسي لكرة القدم، وشادي اسكندر يمكن اللي أجرينا زميلتي مريم سميح أجرت معاه لقاء دلوقتي، مستشار قانوني الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، توماس زيما مدير كرة القدم في الاتحاد الزامبي لكرة القدم، دانيال زاموران نائب رئيس اللجنة القانونية للاتحاد الروسي لكرة القدم. ده جزء بس من أعضاء الوفد اللي زاروا النادي الأهلي. هل ممكن؟ أتمنى طبعا، يعني أنا ما أكرهش أبدا، خير دايما لبلدي، وزي ما بقول دايما أنا أتمنى إنه تجربة الأهلي دي تستنسخ، ما هو في النهاية لمصلحة الأهلي نفسه ولمصلحة الرياضة في مصر. بس فين؟ يعني شتان. الأهلي للأسف الشديد يغرد منفردا. يعني لو حجم المجهود المبذول على منصات التواصل الاجتماعي في الإساءة وفي التجريح وفي توجيه الإهانات لكل الأطراف، هو الاهلي مش في مرمى الهدف لوحده، يعني هو كل الناس بقت في مرمى الهدف، رئاسه وزراء في مرمى الهدف في بعض الاوقات، وزاره شباب ورياضه، اتحاد كره قدم، رئيس رابطه، رئيس لجنه، حكام، لعيبه كوره، نجوم، فاضل مين طيب؟ وحتى الجمهور نفسه لم يسلم، يعني حتى الجمهور نفسه لم يسلم من توجيه الإساءة والإهانة واحدة تلو الأخرى تلو الأخرى. لكن في النهاية يعني ما لا نملك إلا أن احنا نقول يعني الأهلي في مكانة الحقيقة، يعني على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي وعلى مستوى إفريقيا وعلى مستوى العالم كل الحقيقة مفخرة للرياضة المصرية، حاجة تدعو يعني أي، بعتقد أنه احنا بنشوف حاجة زي كده مثلا زيارة الوفد ده يترجم في النهايه انه تقدير لمكانه الاهلي ولدوره في رياده ودوره في التاثير ودوره في تقديم النموذج الامثل لواحده من اكبر المؤسسات الرياضيه على مستوى العالم، فلك ان تشعر بانك انت فخور بانك انت بتنتمي للكيان ده. طيب كلامنا في اللي جاي على لاعبتنا المحترفه، وبالمناسبه يمكن انا عندي يعني معلومه شبه، انا ما بحبش اقول معلومه لما بكون متاكد منها مليون في الميه، يعني بس ارتباطا بالكلام اللي اتقال على ياسر ابراهيم في الاول والكلام اللي انا قلته وذكرته على اسماء كتير من اللعيبه، لو عايزين لو يعني حد عايزني ارد بالاسم وبالتاريخ وبالموقف وبالمناسبه ممكن ارد وبالتفصيل، عندنا لسته وقائمه طويله جدا، لكن مش موضوعنا. لكن كلام مثلا على نجم، طبعا نجم المنتخب المصري محمد صلاح اللي كان من المفترض انه ينضم لمعسكر المنتخب هنا في القاهره، انتوا عارفين او للي ما يعرفش معسكر المنتخب متقسم على مرحلتين، مرحله اولى في مصر وبعدها اعلان القائمه النهائيه وبعدها السفر للكويت عشان المرحله الثانيه من المعسكر قبل مواجهه بلجيكا. كلام على انه كان صلاح مفترض انه ينضم للمنتخب الوطني، حد يقدر يتكلم على ابو صلاح؟ كان مفترض انه ينضم للمنتخب الوطني في الجزء الاول من المعسكر هنا، ولكنه يعني ما جاش، ما انضمش لمعسكر المنتخب. وفي كلام وفي معلومه هتكشفها وهنتاكد منها خلال الايام اللي جايه انه قد لا ينضم لمعسكر المنتخب الوطني كمان في الكويت. على كل الأحوال نروح لجولة مع لاعبتنا في السادسة، فقرة جي بي اس اتعودتوا عليها كل يوم أربع، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. يعني تقدر تقول كده إجمالا احنا بنتابع طبعا لاعبتنا المصرية المحترفة في الخارج من بداية الموسم، من أول الموسم وكأن الدنيا مظلمة، أول مرة أحس إن الدنيا نورت فجأة، ويعتبر الأسبوع ده إجمالاً يعني مجمل للعيبة المصرية المحترفة في الخارج الأسبوع الأفضل من بداية الموسم لغاية النهاردة، وتعالوا نتابع مشاركاتهم مستويات أدائهم مع فرقهم اللي معظمها فازوا، يعني بعتقد باستثناء نونت بتاع مصطفى محمد كل اللاعبين المصريين فرقهم فازوا في مواجهات قوية، أبرزها طبعاً تشيلسي في مواجهة أرسنال، النني، ليفربول صلاح في مواجهة توتنهام، وعمر مرموش فولفسبورغ في مواجهة بروسيا دورتموند، كلهم لقاءات صعبة ولقاءات قوية، ورغم كده فرق لاعبتنا المصرية قدرت تحسم المباريات دي لصالحها، والبداية هتكون في انجلترا مع النجم المصري محمد صلاح. المباراة كانت طبعا ليفربول في مواجهة توتنهام، واحدة من لقاءات القمة، والمباراة دي شهدت تألق كبير جدا لصلاح وكأنه تعود على التألق أمام الكبار. نفتكر الماتش اللي تألق فيه قبله على طول وكان حاسم وكان مؤثر وكان فعال، كان في مواجهة مان سيتي
اقوى فرق مش البطوله، اقوى فرق العالم في التوقيت الحالي، وكان صلاح مفتاح الفوز لليفربول على السيتي بهدف وحيد. كمان في مواجهه توتنهام المباراه انتهت بنتيجه 2-1 لصالح ليفربول، شارك صلاح لمده 89 دقيقه واحرز الهدفين لليفربول اللي ساهموا في حظ ثلاث نقاط. كان ليه ثلاث محاولات على المرمى منهم اثنين تسجلوا، واحده بس فرصه وحيده اهدرها. مالوش ولا مراوغه ناجحه على مدار المباراه وعلى مدار مشاركته، لمس الكره 58 مره ب 39 تمريره بنسبه نجاح 82%، خسر الكره 18 مره، التحاماته الارضيه كان سبعه كسب منهم اثنين، تقييم 7.7 درجه والقيمه التسويقيه 80 مليون يورو. وليفربول حاليا بيحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، احسن شويه من بدايات الفريق في البريمير ليج. النني والعوده، والعوده الحقيقه كانت في مباراه مهمه جدا في مواجهه تشيلسي الانجليزي، ديربي لندن او واحد من ديربيات لندن يعني، ارسنال في مواجهه تشيلسي، والمباراه انتهت بفوز ارسنال بنتيجه 1-0. صحيح شارك لمده 9 دقائق لكن كانت مشاركته جيده جدا، اربع تمريرات بنسبه دقه 75%، لمس الكره اربع مرات، خسرها مره وحيده، تقييمه في التسع دقائق دول كان 6.5 درجه والقيمه التسويقيه للنني 9 مليون يورو. وارسنال حاليا بيحتل صداره ترتيب البريمير ليج، واحده من اقوى المفاجات. ارسنال كبير طبعا، كبير واحد دايما من الفرق اللي مش ممكن تبعدها عن حسابات، لكن المواسم الاخيره ما كانتش تبشر ابدا انه ارتيتا هينجح بتشكيله الارسنال انه يوصل للصداره ويحافظ عليها في مواجهه كبار البريمير ليج. ارسنال في الصداره برصيد 34 نقطه. هروح لتركيا وتحديدا تريزيجيه. تريزيجيه يمكن لعب المباراه الاخيره واحرز او سجل فيها هدف، لكن المباراه كانت في مواجهه طبعا، هو بيلعب في ترابزون سبور وكانوا بيلعبوا امام كونيا سبور، والمباراه انتهت بنتيجه التعادل 2-2. تريزيجيه لعب المباراه بالكامل، شارك لمده 90 دقيقه واحرز هدف من الهدفين اللي احرزهم ترابزون سبور. كان ليه ثلاث محاولات على المرمى، 36 تمريره بنسبه نجاح 81%، خمس مراوغات نجح في ثلاثه منهم، خسر الكره 13 مره، كي باسز واحده، تقييم 7.7 درجه والقيمه التسويقيه لتريزيجيه وصلت ل 10 مليون يورو. وفريقه حاليا حامل اللقب طبعا، يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطه. كوكا، احمد حسن كوكا اللي شارك برده مع فريقه، وفريقه كسب الحقيقه، بيلعب مع ألانيا سبور وشارك في المباراة الأخيرة اللي فاز فيها فريقه على سكاريا سبور بنتيجة 3-0. أحمد لعب المباراة بالكامل لمدة 90 دقيقة وكان ليه ثلاث محاولات على المرمى، لمس الكرة 37 مرة، تمريراته 28 بنسبة دقة 82، كي باسز أو تمريرة مفتاحية وحيدة، التحامات هوائية 9 نجح في 3، خسر الكرة 7 مرات، تقييمه كان 6.9 درجة والقيمة التسويقية لأحمد حسن كوكا وصلت ل 3 مليون يورو. وألانيا سبور فريق كوكا بيحتل حاليا المركز العاشر في الدوري التركي برصيد 16 نقطة. وهنسيب تركيا ونروح لألمانيا، عمر مرموش فولفسبورغ، وشارك الاسبوع ده في جوله من البوندسليغا عمر مرموش مع فريقه فولفسبورغ في مباراه انتهت بفوز فولفسبورغ على مين؟ على بروسيا دورتموند بنتيجه 2-0، ودي طبعا تعتبر مواجهه من العيار الثقيل. شارك لمده 58 دقيقه، لمس فيهم الكره 39 مره، تمريراته كان عددها 20 بنسبه نجاح 70%، كرات الطوليه 4 بنسبه نجاح 3%، كان ليه ثلاث محاولات على المرمى، اربع مراوغات نجح في اثنين منهم، خسر الكره 12 مره وتقييمه في المباراه 6.8 درجه والقيمه التسويقيه لمرموش وصلت ل 6 مليون يورو. فولفسبورغ بيحتل حاليا المركز الثامن برصيد 20 نقطه. فرنسا وتحديدا نونت الفرنسي، مصطفى محمد لاعبنا المصري المحترف في الليج 1 او في بطوله الدوري الفرنسي، وشارك برضه مع نونت، ولكن للاسف الشديد مباراه تلقى فيها نونت خساره امام فريق رامس بنتيجه 1-0. مصطفى شارك في المباراه دي 57 دقيقه، كان ليه محاولتين على المرمى، ثلاث مراوغات نجح في واحده منهم، لمس الكره 22 مره، 10 تمريرات بنسبه دقه 50%، التحامات ارضيه 6 نجح في واحده، التحامات هوائيه 3 خسر الثلاث محاولات، خسر الكرة 10 مرات، قدر ينجح في انه ينقذ فريقه من فرصة هدف، وتقييمه في المباراة 6.4 درجة والقيمة التسويقية 6 مليون يورو. ونونت حاليا بيحتل المركز ال 16 في الليج 1 برصيد 12 نقطة.
دي كانت جولة مع لاعبتنا المحترفة. كل البطولات طبعا خلاص بتفنش وكله بيلملم أوراقه وبيستعد لبطولة كأس العالم. خليني أقول لكم أنه حاليا يمكن مواجهة بين الأهلي وسبورتنج في كرة السلة، ذهاب دور الثمانية في دوري المرتبط رجال، نتيجة الكبار طبعا كام؟ 15-13 لسبورتنج النتيجة حتى الآن، وإن شاء الله هنتابع معاكم أحداث المباراة دي، لقطات طبعا من المواجهة لايف طبعا على الهواء مباشرة، وأعتقد إن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر يرجع في المباراة ويحسم النتيجة. هنتابع معاكم طبعا على مدار الحلقة طول ما احنا موجودين على الهواء. فاصل ونرجع لكم. فيش ميسي، فيش رونالدو، يعني الوحيد اللي عنده فرصة إنه يقرب شوية هو توماس مولر طبعا، مهاجم المنتخب الألماني. وألمانيا قدمت، لسه كنت بقول، قدمت مهاجمين عظام. النهارده هنتكلم طبعا، مش ممكن افوت يعني، مش بعد كل المتابعه دي مش ممكن افوت قرعه بطوله الشامبيونز ليج، لكن الكلام اساسا هيبقى بشكل رئيسي على بطوله كاس العالم. وعندي كل فكره عظيمه وعبقريه اتولدت مجنونه. انا عندي النهارده فكره مجنونه، عايز ضيوفي خالد عامر وفاروق عصام يساعدوني عليها. بدايه لو انت قاعد في المقصوره يبقى على يميني على طول خالد عامر، بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا خالد. مساء الفل، نور الدنيا. نورك، ربنا يخليك. وطبعا فاروق عصام المتالق دوا، مساء الخير يا روكا. مساء الفل يا احمد، نورين الدنيا. بنورك يا احمد. انا هاجي لكم في الفكره، هم طلبوا مني اديهم تفاصيل كده عشان يحضروا قبل الهوا، بس قلت لهم لا ازاي، نو واي، ما تحصلش ابدا. خلينا بسرعه جدا نعدي طبعا، ومصر وبلجيكا لازم تبقى حاضره، يعني انا اعتبر مباراه مصر وبلجيكا تعويضا عن اللقاءات اللي كنا المفروض نشوف فيها منتخب مصر في بطوله كاس العالم، بس ما علينا. تعالوا نروح الاول للتشامبيونز ليج ونشوف القرعه والصدمات الناريه والقاتله وتوقعاتكم لمواجهات دور ال 16. تعالوا نشوف القرعه، افكركم بالقرعه اسفرت عن ايه. انا طبعا مش فاكر من القرعه حاجه غير ميلان طبعا توتنهام، ميلان توتنهام، وطبعا الماتش اللي احنا مستنيينه بايرن مانشستر سيتي. تمام. وفي هي القرعه اهي، عندنا ليفربول مواجهه. مش عارف ايه حكايه ليفربول والريال في السنين الاخيره، يعني احنا النهارده حتى ترانسفير ماركت عامله احصائيه على القصه دي، ست مواجهات، خمس فوز لصالح ريال مدريد وتعادل وحيد، فمحدش عارف طبعا يعني المواجهه السبعه هتسفر عن ايه. مين اقرب من وجهه نظركم ليفربول في ظل الريال؟ الوضع الحالي ليفربول اعتقد انه الاقرب ممكن يكون ريال مدريد في ذل الوضع الحالي اللي هو التذبذب الغير منطقي. خد بالك ليفربول مع الكبار السنه دي مأدي في كل الماتشات، بس يعني بيجي قدام الكبار باستثناء نابولي ومان يونايتد. مان يونايتد برضه، بس يعني لا، انا اعتقد انه الكفه قد تميل اكتر سنه زياده لريال مدريد، خاصه بعد التصريحات اللي كان قالها محمد صلاح في نجمنا طبعا الكبير محمد صلاح قبل مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا النسخه الماضيه، الثأر والانتظار والكلام ده كله. في حاجه غريبه في الصوره يا خالد، واخد بالك منها؟ القيمه التسويقيه. القيمه التسويقيه، القيمه التسويقيه ليفربول. من امتى ليفربول اعلى من ريال مدريد؟ اعلى من ريال مدريد. او من امتى في فرقه في العالم اعلى من ريال مدريد؟ ده حقيقي، ده نقطه غريبه. معلش حضرتك اكمل. لا 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 خالص. حتى طلع ساعتها فيديوز لو حد فاكر انه لعيبه ريال مدريد كانت بتقول ان هي بتنزل التمرين بتقول تعالى صلاح، يعني احنا مستنيينك زي ما انت مستنيينا احنا كمان مستنيينك. وفي بعض التصريحات مديرين فنيين او لاعبين قبل الماتشات الثقيله بتبقى بطاريات شحن للفريق المنافس. بالظبط، يعني هي الفكره. بس جوزيه كان بيعمل الحكايه دي كتير على فكره، مانويل جوزيه مع الاهلي. وعلى فكره جوزيه كان بيعملها بالناحيتين، يعني احيانا يهبط الايقاع خالص، يقول لك لا ده المنافس اقوى مننا وهو خلاص خد الدوري و و و، واحيانا يعلي الريتم خالص. لا، ده اللي ممكن يقوله في اللونج، يعني ممكن يقوله قدام صحافه وسائل الاعلام، لكن في الغرف المغلقه لا، اشهرها طبعا وقعت الصفاقسي في نهائي دوري ابطال افريقيا. لا انا ما بتكلمش في الغرف المغلقه، في الغرف المغلقه كان بيبقى كسبان ستة مباراه الاهلي والزمالك الشهيره وبيبقى زعلان بالظبط كده. فلا انا ما بتكلمش على الغرف المغلقه، انا بتكلم انه احيانا التصريحات بتبقى يعني بعيدا عن مانويل جوزيه، رجوعا تاني ريال مدريد ومحمد صلاح، التصريحات احيانا بتبقى عامل ايجابي وفي كثير من الاحيان اللي هو تصريح مش محسوب بيبقى عامل سلبي زي ما حصل في ماتش ريال مدريد ولا. تمام، انت قلت الريال. انا ريال ريال متفق. خلينا نقول ان في شهر فبراير بعد كاس العالم احنا معانا فتره طويله جدا ما تضمنش ايه اللي هيحصل، وفي حاجات كتير جدا هتتغير، مستوى الفرقتين هيتغير،
ونتائج كاس العالم هتاثر سواء بالسلب او بالايجاب على المباراه. أوكي. سواء لو في نجوم من الفرقتين حققوا البطوله طبعا هيفرق كتير في مستواهم. في لعيبه كتير اعتقد ان هو اغلب التشكيلتين موجودين في كاس العالم مع منتخبات كبيره. أي. فالمستويات الفنيه هتختلف. على الورق دلوقتي ريال مدريد افضل، ريال مدريد اجهز، ريال مدريد لياقته البدنيه افضل، بنشوف في المباريات كلها بنفس المستوى، مستوى ثابت عكس ليفربول اللي فيه تذبذب كبير في الماتشات مقارنه بالماتشات الاوروبيه بالمباريات المحليه. هو ليفربول اوروبيا اقوى، ولكن ضد الكبار خسر من مانشستر يونايتد، خسر من نابولي برضو مستوى متذبذب. لكن في فبراير الوضع هيبقى مختلف تماما، يعني الفرقتين فرقتين كبار، بس على الورق حاليا ريال مدريد هو الافضل. طيب نروح نرجع تاني للقاءات مواجهات دور ال 16. بي اس جي في مواجهه بايرن ميونخ واحد نهائي مبكر. دي مباراه ممتعه. توقعاتك؟ لا صعب جدا، صعب جدا. بس يعني بي اس جي كفيته اتقل السنه دي، كفيته اتقل. بس هو لو الثلاثي اللي قدام نيمار وميسي ومبابي في حالتهم، ما اعتقدش ان في فرقه على مستوى العالم تقدر توقفهم. لكن بقيه الخطوط هو البايرن افضل، سواء خط الوسط او الدفاع. بالنسبه لي انا شايف ان بايرن ميونخ افضل. فالماتش صعب جدا، لكن يعني البي اس جي السنه دي هو ناويها. يعني المواجهات اللي ممكن تبقى متوازنه اخد رايكم فيها سريعا جدا، بنفيكا في مواجهه كلوب بروج. اعتقد بنفيكا. بنفيكا اتفق فاروق. بنفيكا. بروسيا دورتموند في مواجهه تشيلسي فاروق. تشيلسي. تشيلسي. نابولي في مواجهه اينتراخت فرانكفورت. فرانكفورت طبعا. لا صعبه. صعب. انا قلت بس اشوف انت معايا على الخط ولا لا. لا طبعا هيكمل لبعيد قوي في البطوله. طب ناخد ده بقى مع خالد. خليه مع فاروق. لا انا اصلا عارف انت. توتنهام في مواجهه توتنهام خبراته الاوروبيه في الوقت الحالي، خبرات لاعبيه الاوروبيه في الوقت الحالي تسمح له ان هو يكون الطرف الافضل. متهيألي ان توتنهام اقرب للفوز. وانتونيو كونتي كمان عارف ميلان كويس جدا جدا. السيتي في مواجهه لايبزيج. السيتي. ما هي هذا السؤال؟ السيتي طبعا. ايه الضحكه دي؟ استنى مني اجابه مختلفه طبعا. وعلى فكره الماتش اللي هيبقى متوازن لحد كبير جدا ماتش بورتو والانتر، لانه الانتر متذبذب جدا في الاداء بتاعه. سيميوني برده مش عارف يحط ايده على المفاتيح بشكل صحيح. وبورتو في الدوري في البطوله الاوروبيه، سيبك من الدوري البرتغالي، في البطوله الاوروبيه بيأدي بمستويات مش متوقعة. النسخة الماضية والنسخة دي بيأدي بمستوى مش متوقع. فالماتش ده بنسبة كبيرة هيكون ماتش متكافئ، مش هيبقى وان سايد جيم للإنتر زي ما كل الناس متوقعة يعني. طيب احنا كان معانا تشكيلة تشكيل دور المجموعات. نشوف التشكيلة اللي تم اختيارها. أنا عايز أشيد بحارس بورتو دييجو كوستا. هو حارس قادم بقوة في الكرة الأوروبية، وهو الحارس اللي بالنسبة لي كان مثالي في دور المجموعات. أنا أهم حاجة إنه صلاح في التشكيلة. يعني ليفربول يعاني بلا نقاش. هو هداف البطوله، واحد من افضل اللعيبه في دور المجموعات. ساديو ماني يمكن الناس اتكلمت ان هو مستواه اتاثر مع البايرن، لكن انا كنت شايف ان هو بيقدم مباريات جيده جدا، واحنا جايين له في كاس العالم والاصابه اللي اتعرض ليها لسوء الحظ الكبير. فتشكيله اعتقد كانت منطقيه، بس في كتير من الاسماء ممكن تبقى مش من نجوم صف اول. هم كلهم تقريبا مش نجوم صف اول. لا يعني جود بيلينغهام، امبابي، ميسي، صلاح، كل دول اسماء. لا خط الدفاع كله ماني. خط الدفاع كله مش نجوم صف اول، مش نجوم صف اول. خط الوسط في واحد بس اللي مش نجم صف اول، الباقي ماني، بيلينجهام، صلاح، الثلاثه نجوم صف اول. وبعدين قلنا عندك لعيبه نابولي بقى ميسي. بس انا عندي صحيح يعني انا عندي نقطتين، لا ثلاث نقط. واحد، لعيبه نابولي فين؟ اثنين، لعيبه بايرن ميونخ فين؟ العلامه الكامله في دور المجموعات 18 نقطه من 6 مباريات، فوز في 6 في مجموعات الموت. النقطه الثالثه وهي الاهم، مع احترامي وكامل تقديري لدييجو كوستا ولفاروق اللي معجب بدييجو كوستا، بس فين مينيوليه؟ مينيوليه اكثر تصدي للكرات في دور المجموعات، حارس كلوب بروج، مؤهل كلوب بروج في مجموعه كان من المتوقع ان كلوب بروج ممكن يحتل فيها المركز الاخير. ازاي هي غالبا فرقه كلوب بروج بعد السيزون ده هتتفركش. ماست بروبلي. هتتفركش طبعا. مش هيقدروا يقاوموا. فهي بس نابولي، بايرن ميونخ، ومينيوليه كنت ممكن اطعم بيهم التشكيل ده. طيب محدش ينكر ومحدش يختلف على انه احنا بنستنى بطوله كاس العالم، سواء كنا يعني طبعا بنفضل ان احنا يبقى منتخب مصر مشارك فيها، بيبقى ليها طعم تاني خالص. بس حتى يعني ده كرنفال بيحصل كل اربع سنين مره، فالناس كلها بتبقى قاعده مستنيه. لكن انا دايما عندي مشكله مع البطوله دي. يعني ببص لبطوله دوري ابطال اوروبا من ناحيه الكواليتي، بشوف افضل لاعبين على مستوى العالم من كل القارات موجوده في البطوله دي. كاس العالم مش دايما ده بيحصل. وبالتالي انا هقول لكم، ودي الفكره او دي التركايه، ازاي يحصل؟ انا مش عارف ازاي يحصل.
لكن ممكن مثلا كمان 20 30 50 سنه يفكروا يطوروا او يعملوا قانون جديد يخلوا اللعيبه اللي اتحرمت من المشاركه في كاس العالم تشارك. يعني تعال نبص كده، انا ممكن النهارده احاول ابني فريق ممكن ينافس على البطوله دي، بطوله كاس العالم، فريق ما تاهلش اساسا او اصحابه او افراده منتخباتهم ما تاهلتش للبطوله دي. فلو الفريق ده موجود، لو الفريق ده موجود ازاي ممكن يبقى في طريقه بحيث ان هم يشاركوا، اللي هو كومبايند لاين اب كده. بالظبط كده. زي كوكتيل. انا لقيت خمسه واحترت في خمسه، زي فيفا اكس اي كده لما بيعمل لك المنتخب اللي بالظبط كده. فانا قلت مثلا لو انا عندي في خط الهجوم كان سهل جدا بالنسبه لي، احط على الشمال خفيتشا، واحط على اليمين صلاح، واحط ايرلينج هالاند في القلب، تمام؟ وفي النص عندي اثنين مهمين، انا هوظف هنا رياض محرز كصانع العاب، حلو، وهحط جنبه ماركو فيراتي، واحط في حراسه المرمى جان لويجي دوناروما. مش عاجبك؟ مش عاجبني طبعا. طبعا الخائن العميد مش عاجبني طبعا. لا بس انت عندك حراس مرمى كتير جدا، ممكن حراسه المرمى سهل قوي، ممكن هل ممكن تكملوا لي كنا نحط محمد الشناوي؟ ممكن نحط، انا بشوف الشناوي عالمي بصراحه، حارس عالمي، الشناوي عالمي، هو مان اوف ذا ماتش في كاس العالم يعني. واحسن لاعب في افريقيا بالظبط. حلوه اللعبه دي، عجباني. بس هو اسمه ايه، اشرف حكيمي هيلعب مع المغرب؟ لا المغرب اتاهلت. هيلعب مع المغرب. في بن ناصر في الجزائر ممكن يدو قطعا، بن ناصر في خط النص، اسماعيل بن ناصر. في عندك ايطاليا كلها ما اتاهلتش اساسا يعني. يعني انا طلعت بس هو عفوا، هو برضو احقاقا للحق، اي الجيل بتاع ايطاليا الحالي اللي هو اللي بطل يورو، عشان بس ما كنتش متناقض في كلامي، اللي هو بطل يورو. لا ممكن تقول جورجينيو مهم، ممكن تقول فيراتي، بس مش احسن واحد في مركزه يعني. انا من وجهه نظري، ومش عشان ميلان والله العظيم، بس عشان الامكانيات الفرديه الحاليه بالنسبه للاثنين، لو قارنت جورجينيو باسماعيل بن ناصر مين فيهم يكسب؟ اسماعيل بن ناصر وانت مرتاح جدا، فاهم قصدي؟ فهو لعيبه ايطاليا دلوقتي فرديا هم مش الافضل في مراكزهم، في افضل منهم، جورجينيو هتلاقي واحد افضل منه، انسيني هتلاقي واحد افضل منه، دوناروما مش كتير افضل منه الصراحه عشان ما ابقاش كذاب يعني. بس لا، بس احنا ممكن نلعب اللعبه دي ونلاقي جدا. هتقولوا لي سيبكم جدا، هنقفل الحلقه بال. طب انا بقى بمناسبه الافكار، السؤال بقى الثاني، لا لسه في افكار جديده. لا مش افكار جديده، هل ممكن مثلا يسمح في البطوله جايه او يعني في نسخه ثانيه انه عشان المتعه تكتمل، ويبقى لما من السنه البطوله اربع سنين بنشوف فيها اهم الاسماء والنجوم، تاخد بالك ده غير الغيابات بسبب الاصابات. عندنا نجوم اخرهم ساديو ماني اللي بيتقال انه مش هيلحق يعني. فهل ممكن نشوف مثلا انه لو في افريقيا بيتاهل خمس منتخبات او بعده كده بقى و10 منتخبات مثلا، من حق المنتخبات الافريقيه دي انها تختار لعيبه في افريقيا مميزه ما بتشاركش تلعب في صفوفها؟ هل ده مطروح؟ عايز اقول لك لويس انريكي اتكلم في القصه اللي انت بتتكلم فيها دي، وده بجد يعني. مش هزار، مش كلام بقى التطوير اللي احنا اتكلمنا عن ارسن فينجر يقعد معانا وكده. لا لويس انريكي قال ليه ما يتسمحش بسوء انتقالات ما بين المنتخبات. يعني ليه ما يبقاش اللاعب يحق له انه يغير منتخبه وقت ما يريد. يعني هو مثلا خلاص انا منتخب مثلا هالاند، لان طموحه مع النرويج مش هيكمل ومش هيتواجد في بطولات كبيره، ليه لا ما يتسمحلوش ان هو يلعب مع منتخب تاني ويختاره زي الانتقالات بالظبط ما بين الانديه. على فكره بيحصل طول العمر يعني. جورج ويا في افريقيا مثلا كان واحد من اهم اللعيبه على مستوى العالم، وخد جائزه الافضل، راح مسيرته في ليبيريا راحت كلها في ليبيريا، ما قدرش يعمل حاجه مع منتخب ليبيريا. شيفتشينكو مثلا في اوكرانيا، لا وكتير جدا، وكتير جدا. واسمه راين جيكس، واحد اعظم اللعيبه اللي جم في تاريخ الكوره وما لعبش كاس عالم. دايما مصطلح جنسيته ظلمته دي موجوده في الكوره، فاحنا جداً. ممكن لو انت عملت انتقالات حتى لو فتره زي في كره اليد كده، اعاره البطوله يلعب في كره اليد فعلا، اعاره للبطوله ويلعب البطوله ويسيبها. بس يعرف البطوله ده على مستوى الانديه، على مستوى الانديه طبعا. انا بتكلم لو عملته للمنتخبات كاعاره في المنتخبات، اعتقد هيبقى في تنافس كبير، وهيبقى في زي الافكار الجاذبه دايما للجيل الشباب. لا وكواليتي الكوره بقى هنا، انت بتتكلم على يعني كل نجوم العالم موجودين طبعا في البطوله، ما فيش البطوله. احنا كجمهور مش محرومين من متعه البطوله بقى لما تبقى 64 منتخب، اعتقد يعني مش هتحتاج بقى الموضوع ده، لان هيبقى فيه كميه ماتشات كتير جدا، كميه لعيبه، اعتقد اغلب لعيبه العالم هتبقى موجوده، لان لو لعيب بعد ما ضعف الرقم في امريكا وما تاهلش منتخبه، فانت لا تستحق انت ومنتخبك التواجد يعني. انت خلاص انت خدت بدل الفرصه يعني بدل الفرصه يعني هيوصل يبقى صعب جدا يعني دلوقتي بياخد 16 فرقه من اوروبا،
لو هناخد مثلا 24 فرقه من اوروبا وايطاليا مش من ضمنهم يبقى نلغي الكوره يا خلاص الغي الكوره في ايطاليا بقى خلاص العبوا كريكت اي حاجه فاهم قصدي هو معاه حق جدا بعد زياده المنتخبات اعتقد النقطه بس دي هل زياده المنتخبات دي في صالح التنافس في البطوله ولا لا هتدي الفرصه للعيبه ان هي تتواجد بص في انا شايف ان زياده المنتخبات عدد المنتخبات دي مستهدف منها عوائد اقتصاديه اكتر بكتير جدا من لكن مش مستهدف منها كواليتي الكوره اللي بتتقدم او قوه المنافسه بتاعه البطوله يعني هل هيجي علينا الوقت ان احنا نفوت ماتشات في كاس العالم ونقول مثلا ده كوستاريكا بتلعب هندوراس فمش هنتفرج ما اعتقدش يعني كاس العالم ده انت ممكن تتفرج على كل المباريات كلها لكن انت بعد كده لما تلاقي بقى كوستاريكا بتلعب هندوراس وايران بتلعب المكسيك او معرف ماتشات يعني قليله ممكن تفوت فيها ماتشات كتير فهنشوف البطوله دي سريعا معاكم على رايكم في مواجهه مصر وبلجيكا يلا شايفين ده ازاي بلجيكا واحده من اللي بقت من القوى العظمى النهارده شئنا ام ابينا اختلفنا ام اتفقنا فريق محترم جدا في اهم اسماء على كل المستويات رايحين كاس عالم بعد ايام انت طلعت قابل واحد من اقوى المنتخبات شايف اللقاء ده ازاي شايف فرص مصر فيه ازاي شايفين كمان نجاح لو هنقيم نجاح فيتوريا في لقاء بالصعوبه دي يبقى بناء على ايه فاروق انا كنت من المحظوظين اللي تابعت مباراه هولندا وبلجيكا الاخيره للمنتخب البلجيكي ما كانتش ممتعه خالص وكانت مباراه يعني فيها رتابه كبيره وممله شويه المنتخب البلجيكي هو منتخب قوي ومصنف ولكن حاليا هو بيمر باضعف فتراته من سنين كتيره الجيل الذهبي اللي موجود للمنتخب البلجيكي خلاص اغلبه تخطى ال 30 بنتكلم على لعيبه زي كيفن دي بروين ايدن هازارد تيبو كورتوا الدرفايرلد اكسل فيتسل كل اللعيبه دي عدت ال 30 سنه واعتقد ان بطوله كاس العالم الجايه هتكون البطوله الاخيره بالنسبه لهم فالجيل حاليا كاداء كمان هو اقل كتير من الماتشات اللي فاتت لكن البطوله اللي جايه هم محضرين لها وروبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي بيتكلم ان البطوله اللي جايه هي الفرصه الاخيره سواء بالنسبه له او بالنسبه للجيل ده فالمنتخب هيحضر للبطوله بشكل قوي جدا ماتشات الوديه اللي قبل البطوله هتبقى قويه جدا رؤي فيتوريا على الجانب الاخر هو الاختبار الاول والمهم بالنسبه له هو اعتقد ان انت لعبت قبل كده منتخبات كانت اقل كتير في المستوى من منتخب مصر لكن انت بتلعب منتخب هو نقدر نقول ان هو اعلى كتير في المستوى من منتخب مصر ولكن عهدنا دايما عهدنا دايما منتخب مصر بيواجه الفرقه دي ما بيخاف شفنا ضد البرتغال قبل كده كان المنتخب المصري ند لكريستيانو رونالدو والجيل اللي تفوق وخد يورو 2016 فاحنا المباراه دي مستنيين متعه المنتخب مش مطالب منه اي شيء غير ان هو يقدم المتعه واعتقد ان خلاص ان الاوان ان احنا نتخلى بقى عن الافكار شويه الدفاعيه اللي احنا عرفنا بيها في الفتره الاخيره ويبقى في شويه افكار هجوميه نشوف جمل نشوف اداء جيد من اللعيبه محدش عليه ضغوط بلجيكا اقوى ولا كوريا خل بلجيكا بلجيكا لا ديفينتلي بلجيكا يعني ماتش بكره اصعب من ماتش كوريا 100% الظروف اختلفت الظروف اختلفت لانه بقى في استقرار فني اكتر في مدرب الناس مقتنعه بيه فهو عنده دعم جماهيري عنده ظهير جماهيري يترجم في ارض الملعب يترجم جدا في ارض الملعب بص انا متفق تماما في كل كلمه فاروق قالها لانه المحك الاساسي مش انه انا عايز العب عشان اكسب عشان خاطر لا انا عايز العب عشان ابني شخصيه اللعيبه أيوة. بمعنى المحك الوحيد للحكم على من وجهه نظري على الماتش ده هو ازاي شخصيه اللعيبه هتتعامل مع شخصيه اللعيبه البلجيكيين في ارض الملعب في فارق كبير جدا في الاسماء مش بقول في الكواليتي الكواليتي بتاعنا انا دايما مقتنع ان احنا الكواليتي بتاعنا محتاج بس ايه عامل زي الدايموند كده محتاج بس احنا عندنا الكواليتي بس عندنا فرق شخصيه في الاسماء لما تلاقي ان انت بتلعب هازارد ولا بتلعب لوكاكو ولا بتلعب ميرتنز ولا بتلعب عدد كبير جدا فاروق لسه قايل جزء منهم يعني وهو عدد صغير جدا من الكم السكواد يعني. الكبير الشخصية ازاي لما انزل كمدافع كمحمد عبد المنعم كالونش كأي حد انزل قدام لوكاكو يا ريت دول كانوا موجودين والله بس طبعا يا ريت بالظبط انا بتكلم متولي كمان انا بتكلم يعني قلت الاسماء ديت باعتبارهم الاسماء الاساسية في منتخب مصر فدي مشكلة للريفيتوريا برضو طبعا طبعا بس برضو ستيل بس خط دفاعه وفي مشكلة عنيفة جدا بس هو خلي بالك من حاجة انه المصائب بقوم عند قوم المشاكل دي عند فيتوريا هتسمح له ان هو يشوف وشوش جديده ان هو يتعرف على تشكيله جديده ان هو يدخل عناصر جديده في المنتخب كل خساره ليها فوائدها احنا خسارتنا انه ده ماتش ودي في الاول وفي الاخر بنحكم على عايزين نطور شخصيه اللعيبه ونطور طريقه اللعب والكلام ده كله
عايزين نحكم على اللعيبه، اللعيبه مش موجوده هنحكم على غيرهم. خلي بالك انه بلجيكا هتخش المباراه بمنتهى الجديه، بلجيكا في مجموعه بتضم كرواتيا وكندا والمغرب. طيب تعال نروح للمدرسة بتاعت المغرب. تعال نروح للمجموعه، هم بيلعبونا عشان المغرب بالظبط كده، هم بيلعبونا عشان شمال افريقيا، فهم هيخشوا المجموعه لانه المغرب اكتر من كندا كمان لحد ما الصوره ما تجهز. المغرب اكتر من كندا منافس قوي على المجموعه. المغرب انا شايف مجموعه، يعني كنت بقول في بدايه الحلقه المغرب والسعوديه الاثنين عندهم فرص. انا متخيل ان المغرب هي رقم واحد في الافارقه والعرب اللي طب قبل ما اروح للمجموعات، يعني هاخد رايتكم مجموعات، هل في منتخب عربي او منتخب افريقيا فاروق شايف انه يقدر يروح لبعيد في البطوله دي؟ السنغال طبعا. السنغال للاسف خبر انا بالنسبه لي انا كان حزين، لان انا بحب ساديو ماني وعلى المستوى الشخصي هو واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم. لعنه الاصابه، لعنه الاصابه غريبه جدا، وهو يمكن بيدفع ضريبه الالتزام ان هو لاخر لحظه موجود في الملعب، في لعيبه تانية موجوده واسماء كبيره بتهرب من انديتها وبتتحجج بالاصابه وهي سليمه عشان تتواجد في كاس العالم. لكن ميسي لا مش ميسي، ميسي موجود يعني، يمكن كريم بنزيما هو اللي طالته انتقادات كتير اخر خمس ماتشات لعب 30 دقيقه بس. كان ماتش سيلتيك نزل فيه في الشوط الثاني وهو سليم، لكن هو بيقول انا حاسس ان انا مش سليم او عندي وجع، مع ان هو طبيا والفحوصات كلها اثبتت ان هو سليم، لكن هو بيقول ان هو مش سليم. فساديو ماني بيضحي وبيتواجد في مباراه ضد فيردر بريمن، مباراه في الدوري الالماني هي تكرار لماتشات كتير في السيزون. ممكن بس اقطعك هنا وازود على نقطه كريم بنزيما، بما ان احمد كان لسه بيتكلم على ميسي. ميسي عملوا معاه انترفيو بيقولوا له انت زعلان من قله مشاركتك مع باريس سان جيرمان، بتزعل لما المدرب بيخرجك؟ قال لهم اطلاقا، انا كل دقيقه بقعدها على الدكه هي فايده ليا عشان كاس العالم، انا مش مهتم خالص بالموضوع ده. فهو انا متفق، خد بالك اللقب بالنسبه له مهم جدا، يعني برضو انك انت تكون اسطوره وما تجيبش كاس عالم لبلدك. لا هو مش مهم جدا، يعني هو الاهم على الاطلاق بالنسبه لميسي دلوقتي، ومفيش بعد كده خلاص يعني. خلاص خلاص. فلو منتخب افريقي هيبقى نهائي الكاميرون والمغرب، والكاميرون هتاخد يمكن ده كان تصريح كوميدي لسامويل ايتو. هنوقف ثانيه بس نروح نتابع اخبار مباراه الاهلي وسبورتنج في دوري السله. معانا زميلتنا سالا حامد هتقول لنا، وهي طبعا متابعه المباراه من بدايتها، واحنا وقفنا عند كانت النتيجه 15-13 لصالح سبورتنج. طمنينا ايه الاخبار، ايه النتيجه، وتقول لنا سير الماتش عامل ازاي سالا. طبعا برحب بيك زميلي احمد، وطبعا بضيوفك الكرام الاستاذ خالد عامر والاستاذ فاروق صلاح، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن زي ما انت قلت طبعا زميلي احمد انه المباراه انتهت بالنتيجه دي، ولكن دي كانت نتيجه الكوارتر الاول طبعا من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الاهلي. يمكن انتهت كمان الكوارتر الثاني، ولكن انتهى بالتعادل الايجابي ما بين الفرقتين، وكانت النتيجه 31-31 لصالح النادي الاهلي ولنادي سبورتنج. يمكن زي ما انت قلت كمان انا كنت متابعه المباراه كلها سواء الكوارتر الاولاني والثاني، وحاليا يعني الفريق يعني بيقوم ببعض الاحماءات زي ما انت شايف ورايا طبعا على الملعب في فتره البريك اللي ما بين الكوارتر الثاني والثالث. ويمكن يعني كان في اداء متميز يا احمد ما بين الفرقتين سواء نادي الاهلي او سبورتنج. يمكن نادي سبورتنج ضاغط كمان في الاداء شويه على النادي الاهلي، الاثنين دارسين بعض كويس جدا سواء نقاط الضعف او القوه اللي عند الفرقتين، فالاثنين كانوا جاهزين جدا للمباراه. يمكن ده اللي ادى انه المباراه تنتهي في اول كوارتر وثاني كوارتر بالتعادل الايجابي بنتيجه 31-31. كمان خليني اقول لك ان بيغيب عن المباراه النهارده يعني ثلاثه من النادي الاهلي، ايهاب امين وسيف سمير ومحمد طارق خيري. يمكن طبعا ايهاب امين بسبب الاصابه، وسيف سمير ومحمد خيري يمكن مستر اجاستي بوش مقرر ان هو يريحهم شويه عشان طبعا يستعدوا بشكل اكبر لبقيه المباريات من بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال. وكمان خليني اقول لك انه الفريق المرتبط 16 سنه رجال يمكن فازوا على نادي سبورتنج في المباراه اللي كانت الساعه 4 بنتيجه 79-71. يمكن يعني دي كانت الاجواء لحد دلوقتي زميلي احمد من داخل صاله امير عبد الله الفيصل. طبعا مباراه الاهلي وسبورتنج مباراه الذهاب في الدور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط لكره السله رجال. شكرا سالا، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الاهلي بيعرف دايما يفنش وبيقدر يعني صاحب نفس طويل زي ما اتعودنا دايما باذن الله يقدروا يحسموا المباراه لصالحهم. بشكر زميلتي العزيزه ساره حامد من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل في مقر الاهلي في الجزيره، وهنتابع طبعا معاكم الدقائق اللي جايه اخر تطورات المباراه. ارجع
فاروق، انا عايز اقول لك حاجه بقى بمناسبه فاروق صلاح. اصل احنا زميلنا هنا في القناه فاروق صلاح، انا حتى صلاح. شخصيا في الاول متعود دايما فاروق صلاح فاروق صلاح، فلما جت فاروق عصام الاثنين على نفس في الوقت عشان كده. بس احنا كنا بنتكلم على تصريح سامو ليتو اللي هو تصريح انا بالنسبه لي هنلعب الفن اللي احنا هنلعب النهائي الكاميرون. قال ان احنا هنتاهل نص النهائي نلعب السنغال، لما بيتكلموا على الكره الافريقيه وهي تقدر تقدم ايه في كاس العالم، قال ان احنا نص النهائي هنلعب السنغال وهنتاهل للنهائي هنقابل المغرب وهناخد البطوله. فيمكن هو انا جاي اهزر جاي اهزر بالظبط من ساعه ما مسك الاتحاد وتصريحاته غريبه وشفناها في بطوله الامم الاخير. فلو اتكلمنا عن المنتخبات الافريقيه، انا مش مرشح منتخب لابعد من دور ال 16 بصراحه، سواء في افريقيا او منتخبات عربيه. لكن السنغال لو كان موجود ساديو ماني انا اعتقد ان هو المنتخب الوحيد اللي كان ممكن يوصل ربع النهائي. غير كده مجموعه اعتقد تونس كمان مجموعه يعني في المتناول شويه، لكن اداء المنتخب التونسي والعناصر اللي موجوده في المنتخب على فكره منتخبات برضو كتير جدا. يعني لو نتكلم على افريقيا، مصر طبعا، كوت ديفوار، الجزائر، كاميرون، الجزائر، المغرب، لا كاميرون المغرب راح، يعني بلجيكا هتلعب المنتخب المصري وهي بتلعب المغرب في كاس العالم، وبتلعب منتخب هو اقوى منتخب المغربي لان هو كسب المنتخب المغربي في بطوله الامم الاخيره. فهم بالنسبه لهم هو تحدي كبير، واعتقد مباراه هم عارفين كويس قيمه المنتخب المصري. واحنا كمان تاريخنا معاهم يعني عنيف، يعني احنا على طول دايما بنكسبهم. طيب خلينا نروح للمجموعات نشوف رايتكم ليها، وهنشوف هل في مجموعات سهله وفي مجموعات ناريه، هل في فرق ضمنت التاهل على الرغم انه كاس العالم. جروب اي قطر طبعا البلد اللي بيستضيف البطوله، مع الاكوادور، سنغال من افريقيا، وهولندا. اثنين عايز منك. انا مش عايز اقول توقعات لان انا بقول التوقعات الاثنين التانيين بيصعدوا. بس انا اعتقد انه الاقرب للتاهل هولندا اولا، الثاني هيبقى ما بين السنغال لقوه السنغال وما بين قطر عشان الاجواء والارض وبتاع. تفتكر الجمهور بما انه اول مره في دوله عربيه يفرق مع الفرقه العربيه المشاركه؟ يفرق جدا طبعا. طبعا وبعدين في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم ان كل الثوره القطريه اللي حصلت في الاخر على المنتخب بتاعهم والتطوير الكبير هو عشان نتيجه واحده وهي البطوله دي، كاس العالم. فدي الفرصه بقى بالنسبه لهم انه يطلعوا كل اللي كسبوه في السنوات الاخيره. فاعتقد هولندا وقطر يعني. فانا هروح مع ملعبه واعتقد في تصفيات اوروبا، في لعبوا في تصفيات اوروبا ولعبوا في كوبا امريكا. كوبا امريكا كوبا امريكا انا اروح مع قطر برضو. بس لو السنغال، لو ساديو ماني كان موجود، او حتى لسه ما اتاكدش 100% ان هو هيغيب عن مش 100% بس بس لو كان موجود انا كنت رشح السنغال مع هولندا. مع هولندا مجموعه بي عندنا انجلترا، مجموعه سياسيه من الارجنتين. هم هارونا الكوره مالهاش علاقه بقى بالسياسه، نتفرج ونشوف بالسياسه. اول ما حصلت حرب روسيا واوكرانيا كله بقى سياسه، كله بقى سياسه وستوب انفيجن ومش عارف بس ايه. بس ايه المجموعه دي صحيح؟ انجلترا، ايران، امريكا، ويلز. وانجلترا ويلز مع انجلترا وامريكا مع ايران. حلو. ارشح فيهم مين؟ انجلترا، امريكا. انجلترا 1-0 1-0 1-0 ضربه جزاء وكورنر وضربه جزاء كعاده اليورو. لا بس انجلترا اتغيرت كتير برضه، ما تنكرش انجلترا اتطورت في السنين الاخيره. بص هو التطور الوحيد ردا بس يعني على يعني المسابقه بتاعتهم، خد بالك البريمير ليج دي زمان كانت حاجه ما تتفرجش عليها، يعني ما كانش فيها لا كوره ولا لا بس لا 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 بس في ظل قوه الدوري الانجليزي كان بيظل المنتخب الانجليزي ما بيقدمش، يعني في ظل كورد وباكام ورودي. هو ده مش هيحصل بين يوم وليله برضه خالد، مش هيحصل بين يوم وليله. النهارده عندك جيل، يعني ما اقول لك مثلا جود بيلينغهام، لما اقول لك مثلا سانشو. شكرا ان انت بدات ببيلينغهام. الاختلاف الوحيد من وجهه نظري دلوقتي انجلترا مختلفه عن انجلترا 2006. ليه؟ انجلترا 2006 كان لعب كلاسيكي معتمد على الاسماء اكتر من معتمد على التوظيف بتاعهم في الملعب. فبتلاعب لامبرد وبتلاعب جيرارد جنب بعض في الملعب، والاثنين بيلعبوا نسخه خط الاصل من بعض. دلوقتي لا، دلوقتي انت عندك خط الوسط فيه تعدد في الوظائف. عندك واحد زي جود بلنجم يعرف يلعب في كل مراكز خط النص، عنده الحلول الفرديه مميزه، عنده الزياده الهجوميه مميزه، بيعرف يدافع كويس وبيعرف يزيد كويس. فالتنوع اللي عند منتخب انجلترا دلوقتي في وجود، على الرغم من كل الانتقادات اللي بتطوله، ساوث جيت اللي قادر ان هو يتعامل مع الشباب الصغيرين ويطعم المنتخب بيهم ويعمل لهم روتيشن كويس وتوظيف كويس في الملعب. شفناه سيمي فاينل كاس عالم، فاينل يورو. اعتقد انه هيكمل على نفس المسيره بالجيل المميز لمنتخب انجلترا. انا مش مع ساوث جيت خالص بصراحه، شايف ان هو انجلترا تخرج بدري بقى.
ممكن تخرج بدري. هو الضربه الوحيده هو ريس جيمز اعتقد اللي هو برضه من لا ووكر بن شلول. ووكر مش هيلعب بن شلول. ووكر ممكن يلحق بن شلول مش هيلحق برضه. مجموعه انجلترا عايز اتكلم عن المنتخب الامريكي. المنتخب الامريكي هو بيعد منتخب للبطوله القادمه على ارضه. المنتخب هو اصغر منتخب في معدل الاعمار في تاريخ كاس العالم. منتخب اكبر واحد فيه يمكن كان بوليزيتش لاعب تشيلسي اعتقد. وهو منتخب شاب وواعد وهتبقى تجربه كويسه ان احنا نتفرج على المنتخب الامريكي وهو المرشح للتاهل مع انجلترا في المجموعه دي. انجلترا وامريكا من وجهه نظرك بالظبط. انجلترا امريكا ايران ويلز. يا ويلز طبعا بعيد قوي. تمام طيب نروح لجروب سي. وجروب سي هنا معانا ارجنتينا طبعا واحده من المرشحين لللقب، معاهم المملكه العربيه السعوديه، ومعانا المكسيك، ومعانا بولندا. This will be tight. يعني انا اشوف الارجنتين وما بين المكسيك والسعوديه. والسعوديه بس السعوديه الجمهور وال يعني والاجواء بتاعه البطوله تخليني اقول لا كفه السعوديه. وعلى فكره السعوديه عندها منتخب كويس. عندها منتخب كويس جدا. عندها منتخب كويس قوي قوي. هيرفي رينار. طب يعني انت هترشح السعوديه ولا بولندا؟ لا انا هرشح السعوديه. لا انا هرشح السعوديه. انا هرشح بولندا مع الارجنتين. بولندا هتمنى هتمنى من كل قلبي السعوديه، بس انت شايف ان هرشح ان بولندا اقرب. يعني موضوعيا بولندا اقرب. بالظبط. تمام. طيب نروح لجروب دي، فرنسا واستراليا والدنمارك وتونس. نفس الوضع بالظبط. بس الدنمارك اول مش فرنسا. ايه ده؟ لا انا مش دي. انا مش متخيل فرنسا هتعاني في دور المجموعات. دايما المنتخب اللي بيحقق كاس العالم بعديه يمكن البرازيل في 2002 اللي ما خرجتش من دور المجموعات لكن بيخرجوا من دور المجموعات بعد ما ياخدوا كاس العالم على طول. الاداء المنتخب الفرنسي الفتره الاخيره وحتى كان واقع مع الدنمارك في مجموعه دوري الامم الاوروبيه الاخيره. خد بالك كرواتيا كانت في مركز فرنسا ولا ده؟ يعني اقصد اقول ايه، انت بتتكلم على غياب بول بوجبا، بتتكلم على غياب نجولو كانتي، انا بقول لك في تشواميني، في كامافينجا. الافكار التكتيكيه يعني كان لازم تتغير. ديديه ديشان كان لازم يمشي. هي الافكار خلاص هي بنفس الجيل. انت محتاج الجيل ده ياخد افكار جديده. هو خلاص تشبع بافكار ديديه ديشان. كان لازم افكار جديده تجيله. لكن هو ممكن يتاهلوا للمجموعه معاهم سواء المنتخب التونسي او المنتخب الاسترالي، فهي منتخبات يعني مقارنه بالدنمارك وفرنسا. بس انت قلت غريب قوي انك قلت الدنمارك، والدنمارك جاي من بعيد يعني على ايه؟ كويس جدا. نص نهائي يورو وكانوا في المجموعه قلت لك مع بعض نص نهائي يورو كده يعني زي ما اليونان خدت اليورو. لا بس كان أداء جيد وحتى استمروا في الاداء ده زي ما بقول لك في التصفيات في دوري الامم الاوروبيه. تفوقوا على فرنسا في المجموعه، يمكن تصدرتها كرواتيا وبعد كده الدنمارك، بعد كده فرنسا في المركز الثالث. فانا مرشح الدنمارك للصداره. الدنمارك وفرنسا. اتمنى طبعا تونس. صعبه على حساب اي حد فيهم، مش فارقه معايا، بس الواقعيه بتقول الدنمارك وفرنسا. مجموعه صعبه على التوانسه، يعني كل التوفيق لمعلول ورفاقه في البطوله. هنروح للمجموعه الخامسه جروب اي، عندنا برضو مواجهه هتبقى صعبه جدا واعتقد محسومه. معانا اسبانيا، معنا كوستاريكا، معنا ألمانيا، معنا اليابان. أعتقد أسبانيا ألمانيا، ولكن لا تأمن مكر كوستاريكا، لأن كوستاريكا في البطولات اللي بتتلعب بره أوروبا ولنا في البرازيل عبرة كانوا عاملين بطولة عظيمة. أيوه عملت مفاجآت بصراحة. المجموعة كان فيها إيطاليا وإنجلترا. بالظبط كده. فلا يعني الواقعيه برضو يعني اسبانيا يعني المانيا. لا احترم مين فيهم اول ومين فيهم تاني. اعتقد اسبانيا. اسبانيا اول. انا شايف المانيا مش في افضل حالاتها السنه ولا اسبانيا، بس اسبانيا افضل من المانيا. بس لا تامن هانز فليك مدرب كويس جدا وبيحضر للبطوله بقاله فتره طويله. خد بالك المانيا بتفتقد واحد من اهم اسلحتها في البطوله دي اللي تعودنا دايما. يعني تعالى كنت بقول لك المانيا طول عمرها ولاده. ارجع كده بالتاريخ هتلاقي دايما في نجم تقيل بيقود الفريق، شخصيه الليدر مايكل بالك، كلينزمان، رودي فولر، كلوزي، بس هم عندهم لوثر ماتياس. عندهم ليدر وليدر سخيف كمان. مش ليدر عادي. رايس؟ مولر. مولر ما بحسوش قوي بصراحه. يعني كاركتر ما حصلش. انا بكرهه من كل قلبي، ولكن هو كاركتر ما حصلش. مش بكرهه، هو من نوع اللعيبه اللي تستفزك طول الوقت في الملعب. وانا يعني اللعيبه دي قد ما بحترم مجهودهم في الملعب وبحترم اسمهم، ولكن بيعصبوني جدا. في حاجه ظريفه قوي، مش رومينيجي، مش وعندهم نوير، وعندهم عندهم كذا ليدر. يعني في حاجه ظريفه قريتها النهارده عن المنتخب الالماني. عملوا تصويت تيمو فيرنر بالمناسبه مش موجود. عملوا تصويت للشعب الالماني، الديمانشافت اللي هو الاسم اللي سموه بعد ما خدوا كاس العالم، وتباهوا جدا باسم الماكينات، وان هو بقى اسم رسمي بيتباع بيه العلامه التجاريه للمنتخب الالماني. بعد النتائج الاخيره للمنتخب الالماني والتراجع الكبير في المستوى، تخيل الاتحاد الالماني عمل استفتاءات على ديمانشافت، وان احنا هل احنا نستحق
ان احنا نلقب بالماكينات ولا لا؟ الشعب الالماني قال لا ما نستحقش وسحبوا. ده رسمي النهارده الاتحاد الالماني نزل بيان رسمي وسحبوا لقب دي منشفت الماكينات مننا لحد ما احنا نرجع نستحق اللقب ده تاني. والله شوف الحماس ده محترم جدا. تخيل هم بيقولوا للعيبه ان انتوا الجيل دلوقتي محتاجين تثبتوا نفسكم ومحتاجين ترجعوا الاداء، سيبك من النتائج، الاداء تاني. دايما بتبتدي على المستوى الفردي او المستوى الجماعي انك تكون صريح مع نفسك. طبعا مهم جدا تبقى صريح مع نفسك، تبقى عارف مشكلتك فين وتبقى عارف عشان تصحح ده ازاي. يعني احنا بقالنا من 90 بصراحه مش عارفين يبقى في لحظه صراحه مع النفس. طيب نروح للمجموعه اللي بعدها يلا. قبل ما نروح للمجموعه بس ردا على الاخر كلمه بس، انا شايف الجهود الاخيره سواء لاتحاد الكوره او رابطه الانديه او كل المرتبطين باللعبه فيها صراحه مع النفس. بدانا هون نقول احنا فين مشاكلنا وبنحلها ازاي. بدانا نشوف كلاتنبرج، بدانا نشوف ناس يلا بتحاول يلا تعمل حاجه. يلا نتمنى احنا وصلنا لحد فين. بلجيكا وكندا والمغرب وكرواتيا. بلجيكا وكندا وكرواتيا وانا مش كندا كويسه كندا يعني كويسه. كندا بره باستثناء الفونسو ديفيز ما اعرفش حد فيها، بس هي متصدره مجموعتها في امريكا الشماليه وكندا. هي اول مره باين تطلع كاس عالم من مش عارف من بالظبط، واداء جيد جدا ومعاه جيل كويس. مجموعتها على ثلاثه تقريبا او اربعه يعني، بس يعني كمنتخب امريكي معروف ان هو بيتصدر ما بيوصلش دايما المنتخب الامريكي، لكن كندا قدرت تزيح منتخب امريكا. كرواتيا بقى الجيل اللي قالوا ان الجيل انتهى ب 2018 والصعود للنهائي، جيل كرواتيا الحالي هو متصدر مجموعته في دوري الامم على الدنمارك وفرنسا زي ما قلنا، وموجود في المباريات النهائيه. هو جيل اعتقد ان هو تشبع بالخبرات، وانا برشحه مع بلجيكا للتاهل في المجموعه. طبعا من المغرب نتمنى صعب. بس المغرب عندها كتيبه محترمه برضه، يعني المغرب من المنتخبات اللي انا راهن عليها. بس حظها بيبقى وحش دايما في كاس العالم باستثناء كاس العالم اللي تاهلوا فيه وعملوا نتائج ايجابيه، اعتقد كان 82 او 86. يعني المغرب بعد كده صادفها سوء حظ. والبطوله الاخيره البطوله بتاعت بصير دي كانت 98 كانوا في المجموعه مع مع النرويج وبرازيل. كان صح؟ جيل كويس جدا. ويمكن البطوله اللي فاتت الجيل المغربي وبصير صلاح الدين الجيل المغربي كان جيل جيد جدا، لكن وقع مع البرتغال وقع مع اسبانيا وقع مع ايران في مجموعه قويه جدا وخرج بعد نتائج ايجابيه واداء جيد. لكن المجموعه صعبه يعني. بلجيكا انا عمال ادور لكم على في واحد تاني اسمه بيوكانن. بيوكانن ده لاعب خط وسط في منتخب كندا، اتفرجوا عليه. ده بيلعب في كلوب بروج. اوكي. لاعب عنده 23 سنه مميز. احنا ممكن الاسبوع الجاي نعمل يلا نعمل عشان نلحق نكمل اخر مجموعتين. ابرز عشان الناس إيه؟ ابرز الناس الاسبوع الجاي. برازيل، صربيا، سويسرا، برازيل والكاميرون. تسع نقط مضمونه. برازيل والكاميرون. الكاميرون؟ لا صربيا. صربيا لا الكاميرون مش بقى يعني الكاميرون. ده انا حاطط صربيا في نص النهائي. الورقه لسه معاها. هاخد البطوله. عايز اخرجها من المجموعه. صحيح. الورقه لا صربيا هتبقى مفاجاه البطوله دي مع البرازيل. مع البرازيل يعني ماشي. على عوده فاروق عصام صربيا هي حصان اسود. تسع نقط للبرازيل وسته لصربيا. تمام. انا شايف برازيل كاميرون. تمام. جروب اتش او المجموعه الثامنه عندها البرتغال، غانا، اوروجواي وكوريا الجنوبيه. هي مش محتاجه خالص. ده البرتغال اوروجواي. لو في افضل طوالت البرتغال تحب او افضل طوالت وتاخد البطوله بعد كده، لكن ما فيش افضل طوالت فهي البرتغال اوروجواي. البرتغال على كل احوال ده كده يعني من على وش من على وش الأفضل. عايزين ناخد بقى هنمشي معاكم في الفتره اللي جايه مجموعه مجموعه ونشوف اهم النجوم اللي بتشارك. مين نجم كل بطوله بيتولد معاها نجمها، وفي على فكره نجوم بتيجي من بره الصندوق. يعني في بطولات نجمها بيتولد فيها ما كناش عارفينه مسبقا. فهنفرد معاكم ورقنا ونتكلم معاكم في كل المجموعات ونقول لكم تستنوا ايه. وكاس العالم خلاص بيقرب، نتمنى انكم تستمتعوا بيه. وجبه بنستناها كل اربع سنين مره، فنتمنى ان شاء الله تكون بطوله قويه، ولكنها الاكيد هتكون بطوله على مستوى عالي جدا من الرفاهيه. نتمنى نشوف البطوله في افضل شكل ممكن. بشكر ضيوفي فاروق عصام، خالد عامر، نورتوا الدنيا زي ما اتعودنا منكم كل يوم اربع في السادسه. وان شاء الله هتقابل كتير الفتره اللي جايه عشان نتابع بقى قصه كاس العالم. بشكركم على المتابعه، تحياتي لكم.